يعني كل الصحف تقول بأن ونشرت أسماء اليوم أسماء الوزراء الموجودين، وقيل بأن سمو الشيخ ناصر المحمد كان يفترض أن يعلن هذه الأسماء، ولكن أتى طبعا وفاة وزير الديوان الأمير الأسبق الشيخ خالد الأحمد، وبالتالي تم التأجيل. الخرافي قال بأن ناصر محمد أبلغه شخصيا بأن تشكيل جاهز، ولكن ننتظر بعد انتهاء مراسم العزاء. لن نقف عند هذا الموضوع، لكن يبدو أخ ناصر كقراءة أولية إن كان التشكيل صحيح، خلنا نحلل ونبدأ نتعمق شوي بالأسماء الموجودة. خمس وزراء دخلوا وخمسة خرجوا، هل فعلا تغيير خمس وزراء فقط في الحكومة يعتبر تشكيل راح يرضي طموح نواب ميسومة والكتل السياسية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. خالص العزاء للأسرة الكريمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير بن فدة، ولأسرة الصباح الكرام ولأهل الكويت بوفاة مغفور له الشيخ خالد الأحمد صباح حفظه الله رحمه الله. أنا يعني كانت تربطني علاقة طيبة مع المرحوم أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وأذكر منه محاسنه وحسن خلقه ومحبته لأهل الكويت بجميع تقسيماتهم السيئة، ولكن كان محب للجميع وكان يرفض التفرقة والطائفية والعنصرية، كان يقف بمسافة يعني واحدة من الجميع، كان محب للجميع، كان حريص على مصلحة وطنه، وكان الأهم أنه محب لهذا الوطن، فرحمة الله عليه وأسأل الله أن يتقمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. أما بالنسبة لتعليقي على تشكيل الحكومة، أنا أتمنى أن يكون هذا الخبر غير صحيح، والحقيقة يفترض إحنا ما نعلق على شيء يعني مو رسمي. لقاية الآن هذه هي على قولتهم كلام جرائد، إن شاء الله يكون كلام جرائد، وإن شاء الله أن يكون الحكومة أفضل من ما نشر، لأن الكويت تستحق الأفضل. وأنا أعتقد إحنا صبرنا 30 يوم كنا نتوقع أفضل من ذلك، بلد مليانة أكاديميين، مليانة رجال محبين وعلى خلق عالي وعلى علم وعلى معرفة بتحديات العصر وما تحتاج إليه الكويت في الوقت الحالي وفي المستقبل. فهذه الحكومة الأسماء اللي طلعت أقل من الطموح. طيب هذا حق سمو الرئيس، نعم حق، بس نعم. أنا كمواطن وكابن لهذا الوطن من حقي أن أنتقد وأن أقول يعني صمنا وفطرنا على بصلة. طيب نرجع العنوان الشاهد تقول الحكومة سربت أسماء أعضاء لجس نبض النواب والشارع، والشيء الغريب يعني أخ ناصر يعني اللي يمكن نربطه في صحفنا الباقي وبقية الأحداث اللي حصلت، أغلب النواب اللي انتقد تسريبات الحكومة اليوم هو نواب مواقفهم تقريبا متطابقة مع الحكومة. ما شفنا يعني كتلة التنمية والإصلاح، كتلة العمل الشعبي، كتلة العمل الوطني، ما شفنا أي اعتراضات. تفاجأنا اليوم بأن النواب اللي دائما مواقفهم متطابق مع الحكومة اليوم هم ينتقدون الحكومة، والشاهد تقول بأن الحكومة أرادت من هذا التسريب هو جس النبض، وتشوف النواب والشارع شنو ردة فعلهم. هل فعلا أنا ما هل لعبة حكومية مع نواب المتحالفين معها؟ ما زال عندي أمل أن عنوان الشاهد هو الصحيح، وأن التشكيل الحكومية ما هي اللي طلعت في الجرائد. أتمنى يعني ما زال عند سمو الرئيس الوقت بأن تكون هناك حكومة على مستوى الحدث. نعم. يعني أنا يعني ما يهمني من ينتقد الحكومة، الأعضاء هم بشر في الآخر، هو مواطن حالة حالي. نعم. يمكن أنا أحتاج إلى الوزير الأفضل أكثر من النائب، النائب عنده سلطة وعنده جاه وعنده يعني قدرات بأن يخترق الحكومات وأنه يأخذ اللي يبي، بس أنا كمواطن كابن لهذا الوطن أعتقد بأن الوطن يستحق الأفضل، وأن الأسماء هذه ما هي على مستوى الطموح. نعم. أنا ما ودي أحلل شخص لأن ما ودي نتكلم لأن يمكن قد تكون الأسماء غير صحيحة. نعم. وأنا أعتقد الآن في إجماع من نواب الأمة على انتقاد هذه الحكومة، وأن الحكومة وأن هذا التشكيلة ليست على مستوى الطموح. فنقول حق سمو الرئيس من خلال تلفزيون شاهد، يا سمو الرئيس ما زال معاك أيام، ورحمة الله عليه عزاء الشيخ خالد الأحمد قد يكون أيضا بركة علينا بأن يعطيك فرصة 3 أيام تعيد تشكيلة هذه الحكومة بما تستحق الكويت. طيب إحنا ما إحنا في ران تجارب، تجرب علينا كل يوم أشخاص أو جرب علينا حكومات أثبت من فشل إلى فشل. نعتقد إحنا بشر
مواطنين محبين لهذا الوطن، نستحق الأفضل، إذا ما تستطيع تعطينا الأفضل خل غيرك يشكل حكومة. زين، خلنا ندش الآن نتعمق شوي بردود أفعال النيابية. اليوم النواب اللي دائما مثل ما ذكرت في البداية مواقف متطابقة من الحكومة اعترضوا على وزير الصحة هلال، دكتور هلال السعير، شيء غريب. وبنفس الوقت طالب رئيس الوزراء بإعادة توزير دكتورة موضي الحمود، يعني لأن التشكيلة تخلو طبعا من الدكتورة موضي الحمود، طالبوا باستبعاد هلال السعير ولا ما راح نوقف معك يا سمو الرئيس مستقبلا، وكذلك نريد إعادة الدكتورة موضي الحمود. شنو المفارقات اللي تشوفها بهذه التصريحات لنواب تقريبا مقربين من الحكومة؟ دكتورة موضي الحمود أو دكتور هلال السعير، أنا كنت أحد تلاميذه بجامعة الكويت، فبالتالي لست من مؤهلا أن أنتقد عملهم. أنا أعتقد دكتورة موضي اجتهدت وسوت أشياء كثيرة زينة حق وزارة التربية، وإذا طلعت من الحكومة أقول الله يجزاها خير عن ما قامت به. كفت ووفت. دكتور هلال ساير على خلق عظيم، يختلفون معاه الأعضاء ممكن في الأداء، بس أنا كمواطن أعتقد بأن هذا الشخص اتسم بحسن الخلق ونظافة اليد، وأنا أقول حق الأعضاء إذا في شيء على دكتور هلال ساير ليش ما قلتوا؟ اللي نعرف أن إنسان متواضع على خلق عظيم نظيف اليد، أداءه طبعا هذا حق النائب أن ينتقد أداءه، وأنا أعتقد النواب اللي انتقدوا دكتور هلال ساير لم يعني أيضا كان حتى انتقادهم راقي، بأنهم ما في حتى تكلم على ذمته المالية أو على أمانته أو على معرفته المهنية. الخلاف الإداري قد يكون موجود وهذا حق النائب، ما ودي أسلب النواب حقهم، وخصوصا أن واحد فيهم صديق عزيز علي، وأنا أعتقد أنه هو حريص بأن لا ينتقد الشخص إلا في محله. لكن دكتور هلال أنا أعتقد هو سيذكر التاريخ بأنه من خيرة من ترأس وزارة الصحة. طيب ممتاز، راح نأتي كذلك الاعتراض آخر. أكثر من صحيفة اليوم تذكر بأن طبعا لوبي تجاري وضع فيتو على توزير أماني بروسلي وزارة التجارة، وبالتالي يبدو أن هناك صار مفاضلة بين طبعا أعتقد نورية الصبيح وبين أماني بروسلي. هل فعلا يعني لهذه الدرجة هناك لوبي تجاري يحدد من يمسك وزارة التجارة؟ هذا كما تقول طبعا صحفنا المحلية، وعلى ذلك أكثر من صحيفة الخبر هذا موجود. أنا أعتقد هذا يعني إذا كان هناك لوبي تجاري أنا أعتقد هذا مو حقهم، يعني والوزير التجارة هو منفذ لسياسات الدولة. دكتورة أماني التقيت معها في أكثر من اجتماع، أعتقد هي يعني قد تكون يعني قادرة على وزارة التجارة لأنها عندها خبرة، أو هي من قام بإعداد مسودة قانون هيئة سوق المال، وبالتالي هي على دراية بهذا السوق. إحنا ما شفنا من اللوبي التجاري أي خير من تدخل في تشكيل الحكومة، هو يتدخل لمصالحه الشخصية، وبالتالي إذا كان هناك لوبي أنا بالعكس أقول لازم نصر على تثبيت دكتورة أماني كوزيرة تجارة، وإذا ما في لوبي هذا حق من حقوق رئيس الوزراء. بس يعني الدكتورة هي ملمة ببعض خفايا وخبايا وزارة التجارة وبالذات هيئة سوق المال. إذا كان تم اختيارها أنا أعتقد يمكن تكون هي تخالف التوقعات وتكون أفضل من ما يعتقده البعض، فنعطيها فرصة، هي أكاديمية. نعم. ما أقدر أقول في أفضل منها. بس أنا أخ ناصر أنا بتوقف على موضوع التدخلات اللي ذكرنا، يعني نواب وكتل، والآن أصبح لدينا لوبي تجاري يضغط حتى على سمو رئيس الوزراء. يعني هل هذا يعتبر أجواء صحية لما يكون هناك لوبي تجاري، كتل نيابية، النواب يضغطون على سمو رئيس الوزراء، شكل فلان، حط فلان، شيء فلان؟ أعتقد أن هذه التدخلات في التشكيلة والضغط على سمو الشيخ ناصر محمد بالنهاية راح يطلع بتشكيلة يعني غير متوافق أساسا، ويمكن يسيء حتى نسيء للبلد إذا قبلنا بهذا الوضع الحاصل. لأن سمو الرئيس جزاه الله خير هو من ابتدع المحاصصة السياسية، فبما أن أصبح هناك محاصصة سياسية فبالتالي من حق القبائل الكبيرة، من حق الطوائف، من حق التجار، من حق الصناعيين، من حق أن يطالب بوزير أو يكون هناك لوبي، لأن أصبحت الآن هي الكويت بلد محاصصة، من لديه
الأغلبية يفرض رأيه، والأقليات في الوطن للأسف سواء من قبائل صغيرة أو من أسر كريمة أو من يعني ناس لا ينتمون إلى المحاصصة المزعومة، أعتقد أصبح لا مكان لهم في برنامج العمل الحكومي، لأن صارت الحكومة تنظر إلى الشخص ينتمي إلى أي طائفة أو إلى أي حزب أو فئة أو تيار أو قبيلة، وبالتالي هناك رسالة واضحة بأن من لا ينتمي للأغلبية لا مكان له في الوطن، وهذا الحقيقة هذه مصيبة كبيرة سيكون لها عواقب سيئة على الوطن، لها عواقب سيئة على المجتمع، وراح يكون تؤدي إلى عدم ولاء الناس للدولة، ستخلق ولاء جديد وهو الولاء للحزب والطائفة والقبيلة والتيار، وسيتلاشى الولاء لصاحب السمو أو للدولة. احنا تعودنا لما كنا صغار نشوف الله الوطن الأمير، فالولاء هو لديني ولي أولا وثانيا لوطني وثالثا لصاحب السمو. الآن اللي قاعد يصير سيكون الولاء ليس للدين وليس للوطن وليس لصاحب السمو، سيكون ولاء للطائفة للقبيلة للفئة، وهذه مصيبة. ومن ابتدع هذه المصيبة هي الحكومة أو الحكومات السابقة اللي كان يتم اختيارك أنت وزير لقبيلتك أو لطائفتك أو لتيارك أو لي، فبالتالي هناك رسالة واضحة. ممتاز. أنا بتوقف على الموضوع المحاصص، يعني الوطن اليوم أخ ناصر أنت ما قبل، يعني لكن خل نفترض أن هذه الحكومة صحيحة، يعني افتراضا كما سرب الآن، الوطن تقول انتماء القبلي، محمد العفاسي مطيري، محمد البصيري عجمي، النومس محمد النومس رشيدي، صقر الحميدة عازمي، وضعين طبعا وزيران شيعيان، مصطفى الشمالي وفاضل صفر. طبعا الوطن الخبر واضح، حاطين شيعة وحاطين بدو فقط، لكن بقية الشسم الانتماءات غير موجودة. هل فعلا أولا أنا أعترض على مسمى بدو، قد قبلي كانت انتماء قبلي، نعم انتماء قبلي، نعم. ولكن يجب أن نتذكر كلكم لآدم وآدم من تراب، صحيح. وبالتالي إذا نرجع إلى القبيلة أو الأصل أو العنصر، فما في حد يزاود على الثاني. إذا إحنا نؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى بأن كلكم لآدم وآدم من تراب، فكلنا نرجع في الآخر إلى سيدنا آدم، فيعني أعتقد هذه مردود عليها. الثاني إذا كان هناك يعني شيعي وسني، أنا أعرف السيد مصطفى الشمالي وكنت أتعامل معه، وأذكر في هذا الرجل أن الناس عنده سواسية وأن نظيف اليد، صحيح. أداءه هذا حكم للنواب يحكمون عليه إذا كان أداءه زين ولا مو زين، أنا أعرف فيه حسن الخلق ونظافة اليد، وأنه قد يكون هو هنا صنف هنا شيعي، بس مصطفى ما عنده لا شيعي ولا سني ولا قبلي، مصطفى وطني مهنية، وهذا مصدر قوة مصطفى الشمالي. بس أنا أرجع وأقول أساس أنه والله النواب يقول أنت سلبتنا حقنا في تقييم الأداء، أنا أقول أنتم قيموا أداءه، قد يكون أداءه ممتاز وقد يكون سيء، هذا حق من حقوق النواب. وأنا أعتقد بعض النواب اللي انتقدوا السيد مصطفى عندهم الحس الوطني وعندهم محبة الكويت، وإذا كان انتقادهم لمصطفى فأنا متأكد أنه بني على أسس مهنية وأداء، وليس على لأنه ينتمي لطائفة أو كرها في الشخص. وهني فعلا يضع علامات استفهام، يعني فعلا يعني انا من باب كذلك الامانه، يعني رغم يعني قد في خلال برنامج ديوان الصحافه يمكن انتقدنا كثير وزير الماليه على موضوع القروض على مواضيع الزيادات كثير، لكن امانه فعلا رجل مهني جدا معروف عنه، حتى قبل يمكن اكثر من 30 سنه هو يشتغل في وزاره الماليه، وبالتالي رجل مهني لا يعرف عنه يعني انتماءات. التقسيم اللي الصحف الان تضعه، بس خلينا ارجع لك انا، انا بسالك نفس السؤال، يعني لما رجل مهني وطني مثل مصطفى الشمالي يوضع بزاوية أنه يمثل طائفة، رجل آخر قد كذلك يكون يعني إنسان مهني ووطني ويضعونه كذلك بزاوية قبلي وفلان احضري وفلان كذا، ألا يسيء هذا كذلك الوحدة الوطنية؟ أنا أشوف عزيزي دكتور محمد العفاسي، أنا أعتقد أنه من الظلم أن يحسب على قبيلة طير كريمة. دكتور محمد العفاسي هو يحسب على أهل الكويت كلهم، يعني أنا أعرف عن قرب، يعني هذا رجل يعني على خلق عظيم، وكل ما تقابله كل ما تزداد محبتك له، يعني أنا أعتقد هو مثال الوزير
الناجح.